البلد ديالي. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم بخير؟ كيف العاده؟ كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو هذا يلقاكم في احسن الاحوال من جميع النواحي. ايوا كيفاش مدوزين وقتكم في هذه الفتره هذه؟ شبعتوا راحه؟ شبعتوا حداقه وشهيوات؟ كاين شي تخبال؟ المهم انا يا اختكم باقي الساعه باقي ما شبعت راحه لان كل نهار كيخرج لي حاجه، وقلت اليوم ضروري ان شاء الله ندخلوا شويه الكوزينه، خصوصا انا توحشت خبز الدار من نهار جيت رحلت ما عمري ما وجدتو، وحتى فاش كنبغي نمشي نتقدى ما كنلقاش الخبز اللي كيعجبني ديال القمح وهذا، فقلت نود ان شاء الله نشمر على دريعاتي، عندي كلشي المكونات هكاك ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد مولاتي خبز فعل تارك كيف ما نقولوا غزال غزال وصحي. المهم غادي نطول عليكم، دوزوا ان شاء الله مباشره تعرفوا على المكونات والطريقه ديالها. فهنا بالنسبه للمكون الاساسي اللي عندي واللي هو دقيق القمح، يعني الدقيق اللي كيبقى بالنخاله ديالو كما تشوفوا دقيق القمح الكامل. عندي هنا تقريبا درت 600 غرام، المهم نتوما تقدروا الكميه ديروها اقل ولا اكثر، المهم اللي كيبقى لكم اختيار. عندي هنا واحد زليفه متوسطه ديال الشوفان او ديال الخرطه اللي كيبقى مكون اختياري، ولكن تما تعرفوا حتى هو صحي بزاف. فمهم هذا درتو رقدتو في شويه ديال الماء مغلي باش كيرطب، باش ان شاء الله ملي كنعجنوه كيجي دغيا كينسجم لينا مع الخبز، حتى فاش كنبغيو ناكلوه ما كيجيش هكاك قاصح. اكيد شويه ديال الملح اللي كيبقى على حسب الذوق. عندي ملعقه صغيره ديال السكر حبيبات او سكر سنيده، ملعقه صغيره هكا حتى هي مملوءه ديال خميره الحلويات او الخميره الفوريه، عندي ملعقه كبيره ديال الزبده اللي يمكن لكم تعوضوها بزيت الزيتون، وعندي ملعقه كبيره ديال الياغورت الطبيعي اللي كيتعتبر سر من اسرار نجاح الخبز باش كيجينا فتي فتي فتي، ولا ما توفرش يمكن لكم تعوضوه كذلك مثلا بالحليب بودره. لما توفرش حتى هو تقدروا مثلا ديروا واحد جوج معالقات ديال الحليب السائل. فكيف العاده اول حاجه كندير دائما الخميره مع السكر، كنخليهم دائما يتفاعلوا قبل ما كنضيفهم الدقيق، كنزيد عليهم واحد شويه ديال المدافي صافي، كنخليهم واحد 3 حتى 4 دقائق باش كيتفاعلوا مزيان مع بعض. فهنايا في العجانه او في القصريه ديال الاشتغال كندوز كنضيف اول حاجه الدقيق ديالي، غادي نزيدوا ليه هنايا الخميره كما تشوفوا بعد ما كتفاعل. هنا عندنا الياغورت، معلقه الزبده، اكيد الملح اللي كيبقى على حسب الذوق، المهم واحد راس معلقه هكا صغيور. وغادي نزيدو كما تشوفوا هنايا كما تشوفوا الشوفان بعد ما كنرقدوه في الماء مغلي كيفاش كيرطب، يعني كيجي منساجم. انا بعض المرات يعني سوا كنديرو بحال هكا، ولا عندي الوقت راه كندوز كنطحنو حتى كيولي على شكل دقيق، يعني كيبقى لكم اختيار. صافي غادي ندوز ان شاء الله نجمع العجين ديالي. كيف العاده الماء كنبقاو نضيفوه تدريجيا شويه بشويه، وحنا كنجمعوا شويه بشويه حنا كنجمعوا. بعد ما خليت العجين ديالي تدلك مزيان، المهم كما نعرفوا دقيق القمح راه كيبغي شويه ديال الماء، المهم هذه هي النتيجه اللي خاصنا نحصلوا عليها، يكون واحد العجين اللي يكون شويه خفيف ما نقصحوش بزاف، اهم حاجه نعطيوه الماء الكافي وندلكوه مزيان. صافي دابا غادي ناخذ هكا واحد شويه ديال الزيت بين يدي باش ما تكون عليه حتى قشره، يعني ما تكونش عليه قشره في الوجه ديالو، ندهنو حتى من اللور. صافي البنات ونحطوه هكا ونخليوه نغطيوه ونخليوه يرتاح تقريبا واحد 15 حتى 20 دقيقه على حسب الجو. فهنايا بعد ما خليت العجين ديالي يرتاح كما تشوفوا دغيا دغيا مع شويه الجو دافي عندي في الدار دغيا دغيا داب خمر. المهم غادي ندوز دابا نحيدو خرجنا داك الهواء منه، مره اخرى غادي ناخذ شويه ديال الزيت، الزيت دغيا كيسهل عليك الخدمه الا بغيتي تقسم الخبز. صافي غادي نبداو نعملو كويرات، الكويرات الحجم ديالهم نتوما اللي تحكموا فيهم، المهم تقدروا ديرهم بحال هكا، انا كيعجبني هكا ما يكونوش كبارين. بعد ما قسمتهم دابا نتوما تقدروا تخليهم تقرصهم غير بهكا ولا تقرصهم باي حبوب، انا ان شاء الله غادي نقرصهم بالنخاله. النخاله هذه هي البنات اللي كيسولوني عليها راه موجوده هانتوما، النخالة وكتكون صحية غنية يعني بالفيبر أو الألياف، تبارك الله قيمتها الغذائية كبيرة. فأنا بعض المرات كندخلها حتى مع العجينة، ولا بغيتو مثلا تبت ليكم كتر مع الخبز فوق الخبز تقدرو دهنوه بشوية ديال الماء. المهم أنايا كنحاول غير نقرصها عليه هكا ونضغط مزيان باش كتجي ثابتة عليه، هانتوما كيما تشوفو راه كتجي ثابتة بلا ما بلا والو. صافي هانتوما الخبيزة ديالي هذا هو القياس ديالها، انا راه وجدت اصلا الصوانيات. صافي
صافي دابا بقى لي الا ناخذ منديل نغطيهم ونخليهم ان شاء الله يخمروا هاد المره تقريبا نخليهم هكا 30-35 دقيقه. هنا البنات الخبيزات ديالي دغيا خمروا، خداو معايا تقريبا غير ساعه. ها نتوما كما تشوفوا ضعف شويه الحجم ديالهم. دابا سوا كناخذوا فرشيطه وندوزو نثقبوهم ولا نديروا غير ثقيبه وحده الوسط. المهم انا خرجت هذه باش كنقشروا البطاطا وغادي ندير هكا واحد ثقيبه هكا الوسط. ها نتوما وغادي ندخلوهم دابا ان شاء الله الفران. الفران المهم راه رديته وانا يسخن على درجه حراره 180، مده الطهي تقريبا كتكون هذيك 20-25 دقيقه. كيف العاده انا في الاول كنشعل عليه الصواني غير من التحت، يعني هذه طريقتي في الطياب، وعندي الفرن كهربائي كنظن حتى الغازي راه كيف كيف الطياب. في الاول كنشعلو عليهم غير من التحت يبان لكم زعما تشدوا في راسهم تنفخوا هذا صافي، كنزيدو واحد 3 دقائق هكاك من الفوق ونخرجوهم. دابا البنات حنا عاجنين والله ما نكملوا نهارنا في العجينه. غادي ندوزو ان شاء الله دابا تعرفوا على النوع الثاني ديال الخبز، واحد الخبز اللي غزال اللي كيتسهلك بزاف في الفطور، وانا شخصيا كيحمقني لا انا ولا وليداتي، واللي هو خبز الطوست. انا مولفه يعني كيعجبني ماشي اي طوست، كيعجبني هذاك ديال القمح اللي كيكون بحال الحبوب متنوعه اللي شي حاجه زوينه تبداي بها نهارك او صباحك. فمع هذه الازمه هذه اللي دايزه يعني ما بقيتيش كتلحقي على الخبز في الاسواق، فقلت شنو خاسره ان شاء الله ندوز نصايبو في داري وشي حاجه اللي عارفه اشنو فيها، يعني شي حاجه ديال الدار راه ما كاين محسن منها. فكما تشوفوا غير من المكونات غادي تبان لكم انها صحيه اكيد. مهم مره اخرى غادي نحتاجو دقيق القمح الكامل يعني اللي بالنخاله ديالو، عندي مره اخرى هنايا 600 غرام. كما قلت لكم الكميات راه كترجع لكم نتوما. عندي جوج معلقات كبار ديال زيت الزيتون باش ان شاء الله يكون خبز صحي ومغذي. عندي بيضه واحده، عندي معلقه كبيره اللي عامره مزيان من الياغورت الطبيعي، كما قلت لكم يمكن لكم تعوضوه يعني بالحليب بودره. عندي هنايا كما شفتوا درت الخميره والسكر كيتفاعلوا شويه مع المدافي، الملح. هنايا درت واحد التشكيله ديال الحبوب اللي نتوما تقدروا تخدموا بالحبوب اللي بغيتوا. انايا مثلا عطيتكم غير اقتراحات، درت انايا هنايا الزنجلان او السمسم، درت تقريبا معلقه هكا كبيره عامره مع معلقه كبيره عامره ديال الزريعه. انا درت هاد الزريعه ديال نوار الشمس وهاد الزريعه هادي ديال القرعه، درتهم مخلطين البنات كيجيو فنيين في الخبز. عندي كذلك من بين الحبوب عندي الشوفان او الخرطال، عندي هنايا البافو او الخشخاش. بين الحبوب كذلك عندي زريعه الكتان او بذور الكتان، هي درت معلقه كبيره. وعندي هنايا الكينوا، هادو حبيبات الكينوا راه هما تبارك الله ولاو متوفرين، تقدروا ديروا حبوب شيا، تقدروا ديروا مثلا سانوج، حب رشاد اللي عندكم. مره اخرى في العجانه ديالنا غادي نديروا دقيق، غادي ندوزو ان شاء الله نزيدو معاه جميع المكونات او الحبوب الجافه اللي عندنا. ان شاء الله غادي نسدو على العجانه وندوزو كيما مره اخرى يعني نبقاو نضيفو في الماء. هي العجين ديالي خليتها دلكات مزيان، شوفوا ليا يا البنات كيفاش كتجي بهذيك الحبوب هكا المشكله، كتجي غزاله غزاله. مهم دابا حتى هي باش ما تنشفش ليا كناخذ دائما شويه ديال الزيت هكا كندهنوها ونخليوها حتى هي ترتاح تقريبا هكا واحد 20 دقيقه. هي العجين اصلا قد ما ارتاحت قد ما كتعطي نتيجه زوينه. مهم غادي ناخذ هنايا الطبق ديالي حتى هو ندهنوا واحد شويه صافي، وغادي نغطيو عليها ونخليوها ترتاح شويه. صافي هي العجينه ديالي دغيا ضعفات كما تشوفوا، دغيا تزاد القوام ديالها. دابا غادي ندوز نقلبها على سطح العمل، وكيف دائما نحاولوا هكا نخرجوا منها هذوك فقاعات الهواء اللي فيها الداخل. صافي ان شاء الله غادي ندوز نقسمها هكا الى جزئين. المهم غادي ناخذ هكا ان شاء الله واحد المدلك باش دغيا يسهل عليا الخدمه، وغادي نحاول نطلق هكا بالطول وفي نفس الوقت كنطلق حتى العرض، العرض على حساب المول ديالي على هذا الشكل هذا كما تشوفوا. هذا هو السمك اللي درت عليه. غادي نجيو دابا ان شاء الله ونبداو نديرو هكا ونضغطو بصبعنا، كنلف عاوتاني ندير هكا بحال اللي كنثبتوه، نلف عاوتاني نثبت هكا حتى كنكمل الدوره. صافي كنجيو لهاد الجنيبات هادو ضروري ما نساوهمش، كنجمعهم غير هكذا، وهذا حتى هو هكا نثبتوه. صافي كنحصلوا عليه على هذا الشكل هذا كما شفتوا على حسب القياس المول. المهم انا المولات هنايا راه وجدتهم كما تشوفوا، درت فيهم واحد الطريف ديال الزبده
باش غادي ضروري ندهنوهم مزيان، ولا غادي نخلي الصوانيات ديالي جانبا وغادي نرجع لهذا اللي لفيتو في الاول. المهم هنايا نتوما تقدروا تخليوه هكا، المهم تقدروا ترشوا باي حاجه مادام حنايا دايرينهم تبارك الله عامرين بالحبوب. فواحد مثلا غادي نديرو بالشوفان وزرعت الكتان، ولكن باش يلصق عليه مزيان في الوجه ديالو اشنو غادي نديرو؟ غادي ناخذ واحد شويه ديال الماء ندهنوه مزيان، منساو هكا الجنيبات ندهنوه مزيان مزيان. وانا كنوريكم الطريقه ديال الخبز اللي كيعجبني دائما، والبنات دائما كيقول لي عفاك انتصار الا لقيتي تصايبي لنا الوصفه عفاك ديرها لينا، راه حيت بحال هذا الخبز هذا راه كيكون غالي ما تسهل. نوريكم الطريقه كيفاش غادي نقادو. غادي ناخذ هاد زريعه الكتان والشوفان نديرهم هكا في سطح العمل، خلطوهم مزيان باش يجيو هكا مخلطين صافي. غادي ندير بحال هكا وغادي نقلبوه بهذه الطريقه هذه البنات كيجي ثابت. المهم غادي نديروها هكا صافي. ها نتوما كيفاش كيجي؟ كيجي هذاك الحبوب ثابت عليه. دابا غادي ناخذ ان شاء الله رجع ناخذ المول ديالي وغادي نحطو بحال هكا خشيو الجنيبات كما شفتوا. جبتو عبار الله يعطيني الصحه شو هذا كتشكر في راسها. غادي نرجع ناخذ هنايا القطعه الثانيه ديال العجين. هاد المره انا درت هنايا واحد الميكس ديال ديال الزنجلان، انا نوريه لكم. المهم درت الزنجلان الابيض الزنجلان البلدي ودرت هنا واحد الزنجلان ملون. هذا راه هو ولا متوفر بزاف عند محلات الحلويات، ولا تقدروا تصايبوه حتى في الدار اللي بغيتوا ان شاء الله شي نهار نصايبوه معاكم. راه ساهل ما كاين مسهل منه، كيجي غزال هكا في لي بغيوش في الخبز الصوف ديالي. وغادي نحطو هكا عليهم بلاتي نزع واحد شويه. فهانتوما البنات كيفاش جا هذا اللي بالزنجلان ملون. حتى هو مره اخرى غادي ناخذ المول ديالي اللي تا هو حاولنا ندهنوه صافي. وغادي نهبط هكا الجنيبات وصافي. هنا ما بقى لينا الا نغطيو الطوس ديالنا ونخليه ان شاء الله يرتاح او يختمر مزيان. حتى هو تقريبا نص ساعه 40 دقيقه على حساب الجو. هنايا شوف الطوس ديالي فين وصل. هانتوما كيتبان لي المنديل المنفوخ هانتوما تبارك الله كيفاش كيخمر. دابا غادي ندوز قبل ما ندخلو الفران، حتى هو اللي غادي يطيب بحال الخبز العادي يعني. غير هذا غادي يكون تقريبا شي 5 دقائق هكاك زايده يعني، تقريبا ياخذ معنا ديك 25 دقيقه. ولكن قبل انا كما شفتوا تبارك الله هو راه كيتنفخ، غادي ناخذو هكا واحد الكوردون ونحاولوا نديرو هكا ثقيبات لي يكونوا الوسط باش نخليو ليه منين يتنفس ما يجيناش عاوتاني منفوخ بزاف. المهم غادي نديرو حتى هنايا وضروري باش ان شاء الله يعطينا نتيجه زوينه يعني. منين يطيب كناخذوا هكا شي مول ولا اي هكا شي حاجه اللي كتدخل عندكم الفران كنديروا فيها الماء باش علاش باش كتعطي هذيك لافابور كدور بحال البخار بحال كنقولوا نطيبوا بالبخار باش يدور هكا في الفران وكيجي فتي بهذه الطريقه هذه. المهم انا الفران ديالي راه باقي سخون غادي ندوز ان شاء الله ندخلو الفران. وهما البنات خبيزاتي صبحوا جاهزين كاع انواعهم. شوفوا تبارك الله كيفاش كيجي هذا ديال اللي درناه بالشوفان وقرصناه بالخرطال كيجي غزال غزال. هذا دابا البنات خاصو شي طاجين معتبر شي طويجين ولا شي كويس ديال اتاي مع زبيتات العود والعسل. يا سلام يا سلام حدو باقي سخون، ما كاين محسن من الخبيز ملي كيكون يلا خارج من الفران كيكون ريحتو كتحمق. المهم ضروري نقطع لكم واحد الوحيده. شوفوا تبارك الله كيفاش كيجي، شوفوا البنات كيفاش كيجي غزال ومثقب وخفيف وهشيش كيجي كما قلت لكم قيمته الغذائيه كبيره. قطعوا النوع الثاني تا هو مع بعضياتنا. وراه فاش كيكون بارد راه كتحكموا فيه دغيا دغيا كيتقطع لكم، من دابا راه باقي سخون راه كيجي شويه واخا هكاك صعيب في التقطيع. قطعت لكم تا هو منه شويه، شوفوا كيفاش كيجي تبارك الله ما شاء الله كيجي غزال غزال. كنتمنى ان شاء الله هاد الوصفات يعجبوكم هانتوما على مزويناتو. هذا
الحلقه ديالي غادي نكون وصلنا لنهايه الفيديو. نتمنى ان شاء الله جوج وصفات اللي شاركت معكم هذا النهار هذا يكونوا عجبوكم، جربوهم واكيد ان شاء الله غادي تحصلوا على نتيجه رائعه. فقط تابعوا كل خطوات اللي شاركت معكم، كما شفتوا خطوات بسيطه ولكن نتيجه 5 5. يلا البنات هلا فراسكم، تلقاو كيف العاده كيما عودتكم فيديوهات روتينات وشي هوايات جديده، ودائما شعارنا في القناه واللي هو الحماس، الطاقه الايجابيه والحداقه. يلا باي باي.